ورجعنا لكم بعد الاستراحة مع فقرتنا الطبية. طبعا كتير مننا بيحس بالإرهاق الشديد والإعياء حتى من غير ما يبذل أي مجهود، ومش بس الكبار، كمان الأطفال بيحسوا بالتعب وانعدام التركيز، خصوصا حبايبي مع دخول المدارس. وده طبعا لأن جسمهم محتاج لكتير من المعادن والفيتامينز اللي مش بيقدروا حبايبي يحصلوا عليها كاملة طبعا من خلال الأكل بس مش هينفع. طيب إزاي نقدر نحل المشكلة دي ونمد جسمنا بكل الفيتامينز اللي محتاجها؟ كل ده هنعرفه مع دكتورتي اللي نوراني النهاردة في الاستوديو، دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر. يا عظيمه يا جميله، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. دخلتي انت على الرز الحبه وحبه. الريحه حلوه. بتقولي الرز ده بشعريه، انت قلتي لي ده بشعريه. انا شايفاه بشعريه، طلع حبه وحبه. الحمد لله. عشان بس بعيد عني شويه. حبيبه قلبي نورانا يا دندون. ربنا يخليك، تسلمي. طبعا احنا بدانا في الدراسه، وكل اصدقائنا اللي بيتابعونا عارفين ان احنا الاولاد حبايبي داخلين على سنه دراسيه اكيد محتاجه تركيز ومحتاجه دعم ومحتاجه مجهود منهم، خصوصا ان في منهم ولاد بيتمرنوا بيروحوا تمرينات بيروحوا تدريبات، يعني ايا كان الرياضه اللي بيمارسوها. خلينا بقى نتكلم كده النهارده ان الاكل الصحي او الـ مش بس كافي ان احنا ناخد منه كل الفيتامينز اللي ناقصه جسمنا، احنا محتاجين مكملات غذائيه تدعمنا. كلمينا عن اهميتها بجد، احنا بقت ليه ضروره في حياتنا. الفيتامينات والمعادن ضروره جدا لكل فئات المجتمع، للاطفال ضروريه جدا، بالذات كمان الاطفال اللي داخلين المدارس. طبعا مهم جدا لكل السيدات من جميع مراحل العمر، سن المراهقه، سن البلوغ، وقت الدوره الشهريه، وقت الحمل، وقت الولاده، وقت انقطاع الطمث. كل مراحل حياه الست مهم ليها جدا الفيتامينات والمعادن. لو هبدا بالاطفال، الاطفال داخل المدارس دلوقتي، محتاجين طاقه، محتاجين تركيز، صح، محتاجين قوه عضليه، ومحتاجين مناعه قويه لانه بيختلطوا كتير ببعض. وبدانا بقى هندخل على الاجواء البارده برضو، فده هيأثر طبعا. فلو هبدا كلامي بالاطفال، مهم قوي ان انا ادعم الطفل بتاعي بالاكل الصحي والفيتامينات والمعادن، لان كتير ما بتعرفيش تعملي مونيتور للطفل انه ياكل اكل صحي. فنعوض بده بايه؟ بمالتي فيتامينز. يبقى داخله رقم واحد فيتامين ب. فيتامين ب مهم جدا، ب 6 و9 و12 مهمين جدا للطفل. كويس. فيتامين ب 12 لدعم كرات الدم الحمراء بتاعته ودعم نشاطه ودعم القوه العضليه، وكذلك الفوليك اسيد مهم للطفل جدا. فيتامين سي طبعا، فيتامين سي مهم جدا للمناعه والامتصاص الحديد، خصوصا فتره الشتاء كمان اكتر. الشتاء داخله، مهم ليهم الزنك جدا جدا. فلازم ندعم اطفالنا. وكمان اللانش بوكس مهم قوي، الحاجات اللي بتتحط جواه طبعا، ان احنا نستبدل بقى الشوكولاتات والكانديز والحاجات دي بحاجات صحيه، بخضار، بسلطه، بالياف، كل الحاجات دي مهمه، مع ان هما ياخدوا قرص من ألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت هيبقى، بقول لكل الستات اللي بتتفرج علينا يا عظيمه، ايوه، ألب مالتي فيت مهم، شكله ظهر على الشاشه، مهم جدا لاي طفل ابتداء من 13 سنه يستخدمه. ليه بقول ألب مالتي فيت؟ اشمعنى بقى ده تحديدا؟ اوكي، اولا هو مرخص من هيئه سلامه الغذاء، فامن جدا لاطفالنا. كويس. ثانيا مهم ليهم للطفل جدا الزنك، مهم ليهم فيتامين سي، مهم ليهم فيتامين بي، مهم ليهم جدا فيتامين اي، الكالسيوم، الكوبر. طب ازاي نقدر نحصل على كل الفيتامينات والمعادن دي؟ يعني صعب انك انت تدي للطفل خد القرص ده خد القرص ده، انت صعب انك انت تديله كل فيتامين في قرص. صح. فالميزه في ألب مالتي فيت انه لما هياخد قرص واحد بعد الفطار هيلاقي نشاطه اعلى، تركيزه بقى في اليوم الدراسي احسن، اعلى، مذاكرته احسن، نومه احسن لانه بيدعم جدا الارق والتوتر، فنومه احسن، تركيزه، مناعته كويسه جدا، عشان احنا داخلين في فصل الشتاء وهيبقى الاختلاط بين الاطفال كتير جدا، فلازم اقوي مناعته. ازاي اقدر اظبط طفلي بكل الفيتامينات والمعادن؟ مع اللانش بوكس ان احنا نقلل الكانديز، مهم عشان ده يدعم، ده بقرص من ألب مالتي فيت الرائع اللي هتشوف مع طفلها نتيجه
من تاني تالت استخدام هتلاقي نشاط، هتلاقي مود احسن، هتلاقي عايز يركز اكتر، هتلاقي عايز مش عنده حاله الخمول والتعب ده بعد اليوم الدراسي بينتهي. اعتقد الولاد يبقوا خلصانين بالظبط بالظبط بالظبط. يعني ياخدوه بعد الفطار، لو هو بياخد ساندوتش ولا حاجه قبل ما ينزل الصبح، بعد الفطار على كوبايه ميه كبيره كويس. ما ياخدوش قبل ما ينام، لان انا فيتامين ب داعم للنشاط، فلا احبذه قبل النوم. طب والميزه في قلب مالتي فيت انه في العيله كلها، يا عظيم عيله فيتامين ب كلها. فيتامين ب مهم للاطفال، مهم للستات، هقول مهم للستات في ايه، ومهم ايضا للرجال طبعا طبعا. ده شكل العلبه يا عظيمه. العبوه بتكفي شهر كامل كويس جدا، 30 قرص. بنقدر نحصل عليه من الصيدليات طبعا، انا هتكلم هنحصل عليه ازاي، بس هنا على الشاشه مبين لي كل النسب بقى، كل الفيتامينات الموجوده بنسبها الموجوده والنسب بتاعتها. صعب قوي انك انت تلاقي قرص فيه زنك وفيتامين اي وسي وب 3 و6 وب 5 اهم الفيتامينز على فكره يا دينا. طبعا، والحلو ان في قلب مالتي فيت ان ان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، فما لهاش تخزين في الخلايا. كويس قوي، ما عنديش مشكله ان انا اخده من غير ما اعمل تحاليل، والله ما فيش اي مشكله، ما فيش فيه خطوره لو استمرت عليه فتره طويله إطلاقاً. ما ياثرش عليا في اي اطلاقا. وبقول للسيدات لو عايزين يستمروا عليه يقول لك ايه ده فيه كالسيوم، الكالسيوم ما ينفعش ان هو ايه يزيد مثلا. بطمنهم ان الكالسيوم نسبته مش كبيره مش كبيره، يعني انا محتاجه في اليوم، السيدات محتاجين في اليوم من الكالسيوم 1000 ملي جرام. قلب مالتي فيت 70 فقط. فان انا لو ماشيه عليه ما اخافش من ترسيب الكالسيوم كويس اطلاقا. على الشاشه دلوقتي المميزات بتاعه قلب مالتي فيت الرائعه، الاعلى تركيز في الزنك، جسمي محتاج زنك جدا. هو حقيقي مقارنه بفيتامينز ثانيه هو فعلا اعلى في اعلى الزنك. تركيز في الزنك. طب لو هقول الزنك مهم ايه، مهم جدا للمناعه للاطفال، مهم جدا للسيدات للمناعه والتحسين الدوره الدمويه. الزنك مهم جدا للشعر، للسيدات لشعرها، للستات اللي بتشتكي من شعرها بيقع لازم تمشي على زنك. الزنك مهم للنشاط كمان، والمعده الحمض المعده بيحب الزنك جدا والله جدا. طبعا احنا شفنا بقى على الشاشه مميزات قلب مالتي فيت، والاقوى كمضاد اكسده لانه جامع لي بين فيتامين اي وفيتامين سي. كويس جدا، والفيتامين سي على فكره نسبته حلوه جدا، يعني 500 ده كويس جدا. احنا بنشتريه بره علبه لوحدها هو 500 ملي جرام صح كده، و 500 حلوه قوي. انا ممكن عندي الثريشولد بتاع فيتامين سي لغايه 1000 ملي جرام، ما اخافش من التركيز العالي. 500 ده حاجه كويسه بالظبط بالظبط، ان انا استمر عليه ده ممتاز في قرص واحد كل يوم. فيتامين سي رائع رائع، فيتامين سي للمناعه والتعزيز الكولاجين. اي ست بتتفرج علينا هتستخدم قلب مالتي فيت هتلاقي بشرتها فيها نضاره رهيبه، لانه بيعزز لي انتاج الكولاجين. وفي ميزه في فيتامين سي ميزتين تانيين، انه بيعزز لي امتصاص الحديد. كتير مننا عندنا انيميا كويس، والستات بتتعرض للانيميا لان وقت الدوره الشهريه اكيد بتفقد دم كتير. فبتقدر تعوض بفيتامين سي اللي بيعزز لي امتصاص الحديد، والكوبالامين اللي بينتج لي كرات الدم الحمراء. كويس قوي. فيتامين سي مهم كمان لحرق الدهون. صحيح، يعني دي الدراسات الاخيره فعلا ثبتت ان هو كده بالظبط. فاللي يقول لي بقى ان الفيتامينات بتتخن، لا، الفيتامينات بتحسن المود، بتحسن المزاج. والناس اللي عندها ارق في النوم بتنام كويس طبعا طبعا طبعا. اللي عندها ارق قلب مالتي فيت بيساعد، لان اولا انت ساعات بيبقى عندك ارق ليه؟ مودك مش حلو، مفيش نشاط، فانت على طول قاعده في البيت مكسله مكسله مكسله، هتيجي تنامي مش هتعرفي تنامي لانك انت ما طلعتيش الطاقه اللي جواكي. قلب مالتي فيت بيديكي نشاط، فبتلاقي نفسك عايزه تروحي تنزلي الشغل، ترجعي من الشغل لا انا اريح بقى، لا انا ممكن اخد الشاور وانزل اودي العيال النوادي. اللي عنده اي حاجه دروس من الاطفال بقى أو دروس نوادي، فبتلاقي الست عندها نشاط، تيجي تروح تاخد الشاور بتاعها وبتنام في ريلاكس. ده اللي بيعمله قلب مالتي فيت. تاخد الفيتامين من هنا انام على طول. بس تقولي كانه منوم مش بفهم. يمكن هي كانت تبقى حالتها هي اللي كانت في الوقت ده
ما خدته يمكن عملها حاله من الحالات الاسترخاء بالظبط. وطبعا لازم اقول انه من انتاج شركه بايو ناتشرالز الشركه الرائعه اللي عملت رواج كبير جدا في السوق المصري دلوقتي، عندها منتجات كتير وعندها منتجات كتير طبيعيه على فكره، حتى للبشره والصابون والحاجات، منتجات اخرى. كل منتجات هذه الشركه مرخصه كمان، فاي حد انا جربت منهم يا دندون. عايزه اقول لكم كمان يعني جربت احد المنتجات ومن الحاجات الرائعه عندهم جدا فعلا، والحاجات دي طبيعيه، وجربت ازاي هي طبيعيه، يعني عرفت ازاي اكتشف هي طبيعيه ولا مش طبيعيه. صح صح. يعني تمام. طيب قولي لي بقى، احنا اتكلمنا عن الاطفال واتكلمنا عن السيدات، كلمينا بقى عن كمان الرجال. ألب مالتي فيت مهم جدا للرجل. الرجل عايز طاقة الصبح بينزل يروح شغله، في رجال بيبقى عندهم كذا مهام في اليوم، فمهم جدا ان هم يحسنوا الطاقة بتاعتهم ازاي بفيتامين بي، هو اللي بيدعم لي التمثيل الغذائي. من غير تمثيل غذائي مفيش طاقة مفيش حياة. فألب مالتي فيت، اي رجل بيتفرج علينا لازم يستخدم ألب مالتي فيت، لانه بيدعم له الطاقه، بيدعم له المناعه جدا، واكيد بيدعم الخصوبه كمان لدى الرجال اللي احتوائه على الزنك. نسبه الزنك فيه كويسه، وبيدعم له تكوين عظامه لانه بيحتوي على الكالسيوم. وبالنسبه هرجع اقول للسيدات، مش على فكره الستات فاكره مثلا يا عظيمه ان انا وقت الحمل باخد فيتامينز، طبعا لازم اقول لكل السيدات الحوامل يستخدموا ألب مالتي فيت، ما فيش اي آمن جدا. ممكن تستشير الطبيب، لان بتحتاج تركيز اعلى من الكالسيوم بعد فتره معينه من الشهور. ده لو في فتره الحمل، بس بعد الولاده واثناء الرضاعه ممكن تاخده امن برضه. امن جدا جدا. والبنات اللي بيجي لهم وجع جامد وقت الدوره الشهريه او المود، لان انت عارفه تغيير الهرمونز بتخليها مدهم اريف زهقانه موجوعه، جربي ألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت داعم جدا لتحسين المزاج، وداعم لعدم يعني بيحمي من فقر الدم، بس طبعا لازم اتاكد ان نسبه الحديد عندي كويسه. مع ألب مالتي فيت وقتها هعرف ان انا، حتى بتلاقي الدكاتره لما بيجوا يكتبوا حديد بيكتبوا معاه فيتامين سي عشان فيتامين سي. بالظبط. ولو لو كده يكتبوا د، لو لازم يتاكدوا ان فيتامين د برده كويس. ده فيتامين د مهم جدا، لانه ده لا ده هيمتص ولا الثاني هيمتص لو ده مش موجود. عرستي. طيب احنا عندنا على فكره اسئله من المشاهدين عايزين نقولها. يعني مثلا في حد بعتنا ايه، دايما بحس بالام في العظم وعملت تحاليل ومفيش نقص في الكالسيوم، بس في نقص في الحديد والزنك، بس ما زال عظمي بيوجعني ودايما حاسه انه ما عنديش طاقه. العظم مهم جدا ليه طبعا الكالسيوم، ومع الكالسيوم لازم تتاكد من نسبه فيتامين د في الجسم او في الدم نسبته قد ايه، لان من غير فيتامين د مش هيحصل امتصاص للكالسيوم. الزنك مهم للعظم بطريقه غير مباشره، لان الزنك مهم لكل الخلايا اللي بتتجدد. اي خليه عندي بتتجدد، يعني شعري خلايا شعري بيقع وبيرجع يتجدد، خلايا الدم بتتجدد، كرات الدم الحمراء، خلايا العظم بتتجدد، فاي خليه بتتجدد بتحتاج زنك جدا جدا. فلازم تجرب معانا ألب مالتي فيت وهتتبسط جدا من نتيجته، وتتاكد ان ما عندهاش مرض مناعي زي الريوماتويد برضو. ده دي حاجه اهم حاجه، بقاش عندي مرض يؤدي الى ده. لان احيانا التهاب المفاصل والعظم بيبقى الريوماتويد ده مرض مناعي، ده بتحتاج دكتور مناعه. ألب مالتي فيت داعم لصحه العظام، لو ما عنديش مرض يستدعي الى روشته الطبيب. كويس. طيب هنتكلم عن، انا وزني زايد وبدات اعمل دايت، بس بدات اعاني من مشكله تساقط الشعر وبشرتي بدات تتاثر، ده بسبب ايه؟ بسبب الدايت. احيانا بتلاقي ناس بتقلل اكلها جدا وبتقلل السعرات الحراريه، ما بتحطش الحاجات المفيده اصلا. والفيتامينات، انا محتاجه فيتامينات ومعادن كل يوم. لازم وانس ان عملت دايت وقللت كميه الفيتامينات والمعادن، طبيعي ان شعري لازم يقع. يعني لازم تاخد فيتامين وهي بتعمل دايت؟ طبعا طبعا طبعا، ده لازم. رقم واحد البيوتين، ومش بس البيوتين، يعني احنا بنسمع ان البيوتين اللي هو فيتامين بي 7 مهم للشعر جدا. الحقيقه عائله فيتامين ب كلها مهمه للشعر، مش بس البيوتين. والله البيوتين معانا بي 7. طبعا البيوتين داخل ألب مالتي فيت بنسبه بتركيز كويس،
ومهم كمان الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 لانه داعم لكرات الدم الحمراء. ومهم انها يبقى فيه في اكلها بروتينات لان الشعر عباره عن بروتين، ما تقلليش البروتين قوي. فهمت. في الدايت مهم انها تاكل بروتينات كويسه، مهم انها تاخد الفا مالتي فيت لانه فيه زنك زي ما انا قلت، الزنك مهم جدا للشعر، فيه بايوتين مهم جدا للشعر، في فيتامين سي مهم جدا للشعر، وفي فيتامين اي كمان مهم للشعر. هتستخدم الفا مالتي فيت هتقدر تحصل عليه ازاي؟ طبعا متوفر بالصيدليات ومتوفر في شركه بايو ناتشرالز اللي ارقامها ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد باب البيت. والصفحه اللي انا شايفاها دي ان لو حد في المحافظات بقى ما لقوش في الصيدليه اللي جنبه بالظبط، نخلي الدكتور الصيدلي يكلم الشركه المتحده للصيادله. الكود موجود، اللي عايز يشتري من الصيدليه اللي تحت بيته بيقدر يقول الدكتور الصيدلي ده موجود في الشركه المتحده للصيادله، بليز وفره لي في الصيدليه. كويس. يعني الكود ده خاصه بالصيادله فقط. لو حضرتك او حضرتك نزلت في الصيدليه وما لقيتوش في اي محافظه من محافظات مصر، هتقول للصيدليه انا محتاجه، يطلبه من خلال الكود بتاع الصيادله. بالظبط بالظبط. وطبعا برجع اقول ان الب مالتي فيت امن جدا، مرخص من هيئه سلامه الغذاء. اصحاب الامراض المزمنه بقى اللي عندهم سكر وضغط وكوليسترول وقلب، مريض السكر مهم ليه جدا فيتامين ب. تمام. يعني ما ينفعش عشان الاعصاب، عشان الاعصاب مهم ليه جدا فيتامين ب. فمالوش اي، مفيش اي مشكله واستخدم الب مالتي فيت مع الادويه اللي كاتبها الدكتور في الروشتة. مريض الكوليسترول مهم ليه جدا الب مالتي فيت، لان لازم يمشي على انتي اوكسيدنتس مع الادويه الخافضه للكوليسترول. من اقوى الانتي اوكسيدنتس اللي موجوده هو فيتامين اي. اي طبعا، اي وسي طبعا. لكن انا من ساعه ما قلت لي الموضوع ده وقعدت معاكي وانا بقيت بواظب عليه لانه بقى مهم، مهم قوي فيتامين اي، لان هو اللي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره ويتحولي الى الكوليسترول. فبيقدر مع الادويه اللي بناخدها بتاعت خفضه للكوليسترول نظبط مستوى الكوليسترول في الدم. كويس. مريض القلب كمان مهم ليه جدا الب مالتي فيت، هو لا يتعارض مع اصحاب الامراض المزمنه ايا كان عمره. كويس. يعني الب مالتي فيت بيتاخد لكل الاعمار حتى ال50، ومهم مهم جدا لكبار السن. ليه بقول، ليه بخص كبار السن؟ لان كبار السن كفاءه الجهاز الهضمي مش زي الصغيرين. فامتصاص المعادن والفيتامينات في الاكل بيبقى صعب شويه، فلازم يدعم بفيتامينات ومعادن مع الاكل عشان يساعد اكتر على امتصاص الفيتامينات والمعادن كمان. دي واحدة بقى بتسأل، هي بتقول أنا حامل في الشهر الثاني بس دايما تعبانة ومش قادرة أتحرك، فهل لو أخدت ألب مالتي فيت ممكن يأثر عليا؟ هي كده خايفة. ألب مالتي فيت ما فيهوش أي خوف إطلاقا، هي محتاجة أصلا الفوليك أسيد جدا جدا. الفوليك أسيد بيدعم جدا الخلايا العصبية للجنين. محتاجة فيتامين سي جدا، محتاجة هي بقى أكيد الدكتور كاتب لها أول 3 شهور لازم تاخد الفوليك أسيد، بس أقصد هي دلوقتي ممكن يكون عندها نقص فعلا في فيتامين ثانية هي مش عارفة. هي برضو اي حامل بتستشير الدكتور، لان الحامل بيبقى ليها نسب، بقى الاحساس ليها نسب معينه يطلب منها تحقيق. يعني كالسيوم، والكالسيوم هي بتاخده اكتر من الشخص الطبيعي. فالب مالتي فيت هيبقى داعم ليها جدا. هتحتاج تسال الدكتور لو محتاجه سبلمنت ككالسيوم زياده بعد الشهر الثالث او الرابع او وات ايفر الدكتور بيقولها ايه، وقت ما الجنين بقى عظمه بيتكون يعني، فبتحتاج كالسيوم اكتر طبعا. حلو قوي. طيب بعاني دايما من تنميل الاطراف، الموضوع ده على فكره منتشر جدا يا زينة. تنميل الاطراف، ولما عملت تحليل طلع عندي التهاب في الاعصاب بسبب نقص فيتامين ب. فلو اخدت الب مالتي فيت هيعالج لي المشكله دي؟ فيتامين ب داعم جدا جدا للخلايا العصبيه، وداعم جدا لاعصاب الاطراف. مهم جدا. الب مالتي فيت دخله الحلو اللي فيه ان دخله كل عيله فيتامين ب يا عظيمة، مش بس فيتامين ب واحد واثنين، احنا يوميا محتاجين فيتامين ب. فيتامين ب موجود اكيد في اللحوم، اللحوم البيضة، اللحوم الحمراء، موجود في الاسماك، لكن الب مالتي فيت بدعم جدا اي حد عنده تنميل في الاطراف، سواء مريض سكر او اي حد. يعني انا ممكن يبقى حد مش مريض سكر وعنده تنميل في الاطراف، ممكن لما بتيجي تمسكي كوباية بتلاقي الكوباية بتقع. مهم ليه جدا ان هم يستخدموا، او اي سيده تستخدم الب مالتي فيت.
هيدعم جدا الأعصاب بتاعتها، هيدعم جدا أعصاب، مناعة، نشاط، تحسين مزاج، هيجمل بشرتها قوي. من أهم الشعر يا زينة، الشعر طبعا. ومن أهم الفيتامينات لو هتكلم يقولي إزاي ألب مالتي فيت داعم لنضارة البشرة. إزاي ألب مالتي فيت داعم لنضارة البشرة؟ لأن أهم الفيتامينز موجودة. أولا فيتامين بي مهم جدا للترطيب. أنا طول الوقت إحنا داخلين على شتاء والبشرة بتجف طبعا، بلس إن إحنا ما بنشربش مية قبل الصيف، صح، فبنتعرض لجفاف. البشرة أول ما بتجف بيبتدي يبان فيها عدم نضارة ويبتدي يبان فيها تجاعيد. فلازم أساعد جدا على ترطيب البشرة. مهم الكوزماتكس اللي بنستخدمها، يعني أنا مش بقول هناخد ألب مالتي فيت بس مش هي برضو الوحيدة الكافية إن إحنا نحصل على ترطيب الجسم ده. لازم حاجة من جوه عشان لما أجي أكمل بقى الجمال أحط الكريمات بتاعتي، لكن ما ينفعش أحط كريماتي وأنا عندي نقص فيتامينز. حتى لما حد يمكن سألني على السوشيال ميديا يا عظيمة دكتورة دينا أنا شعري بيقع أعمل إيه؟ مهم الماسكات والشامبوهات اللي بناخدها وداوت سلفيتس والكلام ده، لكن ما ينفعش ان انا اعتني من بره والنبته بايظه، يعني الزرعه نفسها بايظه. طب هنا سؤال مهم بقى، الناس اللي بتبطل تاخد المالتي فيتامين او المكمل الغذائي ده بيأثر على مناعتهم؟ بتقع ولا بيحصل لهم ايه؟ طبعا ألب مالتي فيت انا بقول ما فيش اي مشكله ان انا اكمل عليه. لو قعدت اخدت ألب مالتي فيت يعني وقفت شويه بيحصل لي دروب بقى؟ ما لو انا ما خدتش الاكل بالطريقه الصحيه هيحصل لي دروب في المناعه طبعا. لو انا ما خدتش فيتامين سي كافي، ما خدتش زنك كافي، ما خدتش كوبر كافي، يعني هيحصل دروب. فانا ما يعني عنديش، ما ينفعش نبطله اقصد. ما انا مش محتاجه ابطل ألب مالتي فيت اطلاقا لان هو القرص التركيزات بتاعته افريج ما بتعلاش، يعني هو قابل لذوبان في الماء فمالوش تخزين في الخلايا. لكن لو التركيزات عاليه، لو اي هنا ابدا اقلق، لكن هنا تركيزاته لو اي مناسبة. لو اي مالتي فيتامين تاني غير ألب مالتي فيت ممكن اقول لك لا، ممكن يحمل على الكلى، لكن ألب مالتي فيت التركيزات بتاعته وذن رينج، ما تخوفنيش اطلاقا. انا بشكرك يا دندونه بجد والله، مبسوطه بوجودك معايا جدا حبيبتي عزيزه. وبشكر طبعا، اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، نورتيني وشرفتيني حبيبتي. ويعني بشكر طبعا حضراتكم لحسن المتابعه، واتمنى يا رب تكون الفقره فاتت حضراتكم وجاوبنا على الاسئله اللي جات لنا. ومن هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.